لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. البداية من موقع كتابات، ونقرأ مقالة للكاتب إبراهيم الزبيدي يقول فيه: آخر أخبار الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر أنه بعد 20 سنة على خروجه من العراق ما زال يرى الأسود أبيض والليل نهارا. ففي آخر تصريحاته عن العراق تبين أنه ثابت على قناعاته بأنه متفضل على العراق والعراقيين، فقد صنع لهم عراقا ديمقراطيا آمنا مزدهرا ومستقرا ورحل. وفي لقاء تلفزيوني جديد كرر بريمر القول إن المشروع الأمريكي في العراق تجاوز المصاعب وأدى إلى إقامة عراق ديمقراطي مستقر. ويضيف الكاتب الذي يجعل هذا الكلام عن العراق الديمقراطي المستقر خارج التغطية هو أن بريمر أسس مشروعه الأمريكي في العراق على خطأين كبيرين عندما اختار الفئة التي رأى أنها تستحق أن تحتكر السلطة والقوة والسلاح والمال وتتحول إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في يوم من الأيام، وقد لا تجعل العراق سودانا آخر بل بركانا مدمرا تصل حممه إلى كل دول المنطقة. جعل العراق إقطاعيات مستقلة، فلكل حزب وكل ائتلاف وكل ميليشيا جمهورية مستقلة مستعدة لحمل السلاح دفاعا عن حدودها المقدسة. وفي الانتخابات الأخيرة تأكدت أكثرية الناخبين العراقيين أنها أخطأت سابقا ومنحت ثقتها لمن لا يستحق من أحزاب السلطة، فقررت معاقبتها ومقاطعتها. فلم يتجاوز عدد المشاركين في اقتراع عام 2021 وفق بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نسبة 15% من 40 مليونا أو يزيد، وعشرون سنة من الانتكاسات والإشكالات والتعقيدات التي أفرغت الديمقراطية الأمريكية في العراق من مضمونها الصحيح، كافية لحمل الإدارة الأمريكية الحالية على معرفة الحقيقة التي يحاول بريمر إنكارها، والقائل بأن العراق ليس 3 دول متقاطعة لا يجمع بينها جامع، وأن الطائفة الشيعة كطائفة لا علاقة لها بمثيليها في العملية السياسية، وأن قادة الحزبين الكرديين الحاكمين لم يكونوا يقاتلون الدكتاتورية من أجل الديمقراطية وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة للشعب الكردي، والسياسيين السنة المشاركين في العملية السياسية لا يخشون شيئا مثل خشيتهم من العدالة وسلطة القانون. وإلى مقال في صحيفة القدس العربي للكاتب صبحي حديدي بعنوان الغزو الأمريكي للعراق، لائحة المطامع ودروس الإخفاق، حيث يقول الكاتب: صدرت في هذه السنة 2023 مؤلفات كثيرة تتناول الذكرى 20 للاجتياح الأمريكي للعراق وما أعقبه من سلسلة الإخفاقات السياسية التي ستقود الولايات المتحدة من عثرة إلى أخرى وصولاً إلى مواجهات عسكرية شرسة مع فصائل جهادية. ويؤكد الكاتب أن غالبية تلك الأعمال خاصة ما صدر منها باللغة الإنجليزية في بريطانيا والولايات المتحدة خلصت إلى تسجيل اتساق شتى لفشل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وحكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في ضمان حدود دنيا من كسب السلام بعد حسم الحرب. تتوقف هذه السطور عند واحد من أفضل المؤلفات في هذا الصدد، كتاب أستاذ التاريخ في جامعة فيرجينيا ميلفين بول ليبل، الذي صدر مؤخرا ضمن منشورات جامعة إكسفورد بعنوان مجابهة صدام حسين، جورج بوش وغزو العراق. ويبدأ ليبلر من تبيان الفوارق بين برهة الهجمات الإرهابية يوم 11 من سبتمبر عام 2001 حين حظيت أمريكا بتعاطف عالمي سهل على إدارة بوش الذهاب مباشرة نحو الغزو، وبين عقد واحد فقط أعقب اجتياح العراق وشهد الكثير من المتغيرات. أمريكا متورطة في العراق، مكانتها العالمية آخذة في التراجع، وهيمنتها الاقتصادية تواصل الانحسار، ومعنويات الشعب الأمريكي تواصل الهبوط في غمرة انقسامات سياسية وحزبية وعنصرية. وعلى صعيد الخارج تتزايد مشاعر الأعداء لأمريكا وتصعد في المقابل قوة جبارة كالصين، ويسجل الانسحاب المخزي من أفغانستان نكسة متعددة المستويات، ويطرح الغزو الروسي في أوكرانيا مزيدا من التحديات، ويبحث بعض أبرز حلفاء أمريكا التقليديين على شاكلة السعودية والإمارات عن أصدقاء بدلاء. نقرأ مقالا تحت عنوان إصرار على التغييب القسري والاعتقال الطائفي في العراق للكاتبة ولاء سعيد السامرائي تقول فيه:
شهدت ساحة التحرير وسط بغداد وقفة بضع مئات من العوائل لمطالبة حكومة الخضراء بالإفراج عن الأبناء والأزواج والإخوة الذين اعتقلتهم السلطات الحكومية أو الميليشيات بعد عام 2003 لأنهم من مكون معين وتصل أعداد السجناء لأسباب طائفية أو لوشاية المخبر السري إلى أكثر من 70,000 سجين تم اعتقالهم بعد الغزو إلى ما لا نهاية كما يبدو ولم يتم إطلاق سراحهم بل إن كثيرا منهم يتهم بشتى أنواع التهم من قتل أو وشاية غير موثقة يتجنب القضاء التحقيق في صحتها أو يتغاضى عن أسباب الحبس والتجريم الظالم خضوعا لأوامر الجهات الطائفية من ميليشيات وغيرها التي تتحكم بمصائر الشعب العراقي وتعتبره أسيرا عندها ليومنا هذا. لقد استخدمت كل الحكومات منذ حكومة حيدر العبادي إلى حكومة السوداني ملف العفو العام الإنساني والقانوني كدعاية لتشكيلها ولمصالح انتخابية ضيقة تنسى فيه الوعود حالما تتشكل الوزارة وتحصل الأحزاب على حصصها من الكعكة والوزارات والصفقات لتهمل وتستبعد قوانين أهمها قانون العفو العام الذي يسمع به الشعب العراقي منذ عام 2014 على عهد حكومة حيدر العبادي دون أن يجد نتائج ملموسة تؤكد مصداقية الحكومة في معالجة مشكلة خطيرة مثل الاعتقال الواسع وبأعداد مخيفة للعراقيين دون ذنب وإبقائهم في السجون دون محاكمة ولا دليل على أي جريمة وبلا توجيه لاتهام يحاكم عليه القانون العراقي. في كل صفحة وفي كل فقرة وسطر من تقرير اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة هذا حول الاختفاء القسري تلمس تهرب المسؤول عن الملف من مواجهة حقائق الجرائم العنيدة والدماء المسفوحة على أرض الرافدين منذ الغزو الهمجي. من المحتمل أن تتلاشى التغطية وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية مع تباطؤ عملية إجلاء الرعايا الأجانب من السودان نتيجة أعمال العنف في البلاد وستنتقل وسائل الإعلام إلى صراعات أخرى ولن تجذب موجة اللجوء المتوقعة هربا من الاشتباكات سوى الحد الأدنى من الاهتمام الدولي وقد أدى التركيز على عمليات الإجلاء إلى تهميش القضايا طويلة المدى التي تواجه السودان وستراقب الدول الأجنبية والجهات الفاعلة شبه الحكومية التطورات باهتمام شديد خاصة إذا استمرت الاضطرابات حتى ينجح أحد الجنرالات المتنافسين على السيطرة في النهاية وفقا لمنصة أوبن ديموكراسي التي أشارت أيضا إلى محاولات دولية وإقليمية لتحقيق العديد من المكاسب في السودان. تحدث الباحث بول روجرز في مقال أوبن ديموكراسي عن محاولات العديد من الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق مكاسب في السودان مشيرا إلى أمير الحرب الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي قدم أسلحة لقوات الدعم السريع استعدادا للقتال الحالي وروسيا التي تحاول الوصول إلى الموانئ السودانية بينما ورد أن مجموعة فاغنر الروسية قد قدمت عربات مدرعة وتدريبات مقابل امتيازات تعدين الذهب وتحافظ الصين على مصلحة في السودان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كما أشار روجرز إلى دور إسرائيل في هذه اللعبة الكبيرة المحتملة حيث زار وفد من الموساد الإسرائيلي الخرطوم العام الماضي للعمل على مكافحة الإرهاب والتعاون الاستخباراتي وباختصار المشهد مهيئ لمنافسة شديدة من قبل الدول والجهات الفاعلة الرغبة في الوصول إلى السودان إذا تم استعادة بعض مظاهر الاستقرار. حذر علماء من طقس حار أكثر خطورة سيقبل على العالم بسبب ارتفاع الحرارة وعدم وجود استعدادات لمواجهة هذا الوضع وتشير دراسة بصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الاحتباس الحراري يجعل الطقس الحار بمستويات خطيرة أكثر شيوعاً وأكثر تطرفاً في كل قارة في العالم وتحدد الدراسة الأماكن الأكثر عرضة للخطر حول العالم بما يتعلق بالاستعدادات لمواجهة الطقس المتطرف ويعاني الفقراء أكثر بينما تعاني شريحة العمال الفقراء الذين لا يمتلكون خيارات سوى العمل في الطقس الحار مخاطر فادحة. تقول الدراسة إن المجتمعات التي لم تتعرض بعد إلى موجة حارة متطرفة هي الأكثر احتمالاً للتأثر بشدة في حال وقوع تلك الموجة لأنها ببساطة لم تستعد لها بعد وحصل شيء مشابه في أوروبا خلال الصيف العام الماضي حينما ضربت موجة حارة بشكل غير مألوف لندن
التي لا تمتلك العديد من منازلها أجهزة تبريد مناسبة. في المقابل تضرب درجات حرارة أعلى دول الشرق الأوسط بدون أضرار كبيرة بسبب الاستعداد المسبق لتلك الموجات. وتشير الدراسة التي حللت درجات الحرارة اليومية القصوى حول العالم بين عامي 1959 و2021 إلى أن 31% من سطح الأرض شهد حرارة وفق معدلات غير ممكنة إحصائيا خلال هذه الأعوام، مما جعلها مستعدة لموجات الحر. ومما يزيد في القلق بشكل خاص هي أن عام 2023 الحالي حطم بالفعل عدة أرقام قياسية لدرجات الحرارة المرتفعة حتى قبل أن يبدأ الصيف. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى تقرير مصور نشرته صحيفة العربية الجديد حول الأضرار الناتجة من ملوثات صناعة التبغ والسجائر والتعامل مع نفاياتها، وبالدرجة الأولى تستخدم أو كميات كبيرة من مبيدات الحشرات والأسمدة الكيميائية في زراعة التبغ، ما يؤدي إلى مشاكل تزداد في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل ذات القوانين الضعيفة. وتكشف منظمة الصحة العالمية أن نفايات التبغ تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة بينها مكونات تسبب السرطان، وتشير إلى أن دخان التبغ يبعث آلاف الأطنان من المواد السامة وغازات الاحتباس الحراري. أيضا تساهم زراعة التبغ في إزالة أشجار الغابات ذات التأثير الكبير في التغير المناخي، في حين ينتج استهلاك السجائر نحو 680 مليون طن من النفايات سنويا في أنحاء العالم. وتمثل عقاب السجائر بين 30-40% من أصناف القمامة التي تلتقط سنويا في عمليات تنظيف السواحل والشوارع، علما أن المواد التي تتسرب من بقايا عقاب السجائر تسمم الحياة المائية. لاحظ علماء انتشارا كبيرا لشعاب مرجانية ناعمة بين المحيطين الهندي والهادئ في مياه البحر الكاريبي، واعتبروه واحدة من أكثر الغزوات البحرية فتكا في العالم. ويعتقد أن وجود هذه الأنواع من الشعاب المرجانية غير طبيعي، وقد جرى إدخاله إلى النظام البحري بطريقة غير قانونية. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تلقيها عدداً كبيراً من شهادات ضحايا حالات الإخفاء القسري التي ما تزال تحدث في العراق وفقاً للأمم المتحدة. اللجنة طالبت بوضع الأسس الفورية لمنع هذه الجريمة والقضاء عليها بحسب بيان اللجنة الأممية. لكن واحدة من إشكاليات الملف تكمن في عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني العراقي كجريمة مستقلة، وهذا أمر مقلق للغاية وفقا للخبيرة الأممية كارمين روزا. ويصل عدد المختفين قسريا خلال نصف قرن في العراق إلى نحو 1,000,000 شخص. ظاهرة مقلقة. على السلطات العراقية تحديد أماكن الضحايا ومحاسبة المسؤولين، تقول هيومن رايتس ووتش، إذ سبق للمنظمة الدولية أن وثقت اختفاء العشرات قسرياً بينهم أطفال بسن 9 من دون أن تتلقى عائلاتهم إجابات رسمية. ففي العراق هناك أكبر عدد للأشخاص المفقودين في العالم وفقاً لمنظمة الصليب الأحمر، فيما تشير التقديرات إلى أن ما بين 250,000 و1,000,000 شخص قد اختفوا منذ عام 1968 بخمس موجات من الإخفاء في العراق بسبب النزاع والعنف السياسي بحسب لجنة الأمم المتحدة. أرقام صادمة. شهدت السنوات القليلة الماضية مزيداً من موجات الاختطاف والاختفاء، إلا أن هناك 15,000 مغيب في موجات اختطاف وإخفاء خلال السنوات الماضية في محافظة صلاح الدين، وقرابة 8,000 مغيب من الموصل، و2,000 في ديالى، و3,000 في الأنبار بحسب تي آر تي التركية. وكشفت مفوضية حقوق الإنسان عام 2019 عن اختفاء قسري ل7,663 شخصا للأعوام 2016 و2017 و2018. ويكمن الخطر في أن المدافعين عن حقوق الإنسان وذوي الأشخاص المختفين والشهود الرئيسيين والمحامين قد يكون بدورهم أهدافاً للاختفاء القسري بحسب منظمة العفو الدولية. برأيكم، هل ستتمكن الأمم المتحدة من الكشف عن الضحايا وجلب المتهمين للعدالة؟ نلقاكم بإذن الله.